لكن انا دلوقتي ايه هي السكيلز اللي عامه ممكن اخدها وتضيف لي، لان انا كده كده هنقلها معايا في كذا مكان. اكتر مش حاجه مش بيهتموا بيها، يعني بيهتموا ياخدوا كورسات في الحاجات اللي هي التكنيكال عشان تليق على الجوب تايت اللي هم عايزين يروحوا له، بس مش بيهتموا بفكره تايم مانجمنت، ان الحاجات اللي اصلا ممكن تبقى تعبئه في البوزيشن الحاليه ايوه وهيحل الموقف اللي هو فيه دلوقتي وهتنفعه قدام بعد كده كمان. صح جدا. تعرفوا ان متوسط تغيير الشغل على مدار حياتكم العملية، ان كان من منصب للتاني او من شركة للتانية او من مجال لمجال تاني خالص، هو 12 مرة؟ طب تعرفوا ان الشخص الناجح محتاج يعمل التغيير ده كل 3 ل 5 سنين؟ الحكاية مش تغييره وخلاص كمان، لكنكم تكتشفوا المشكلة الحقيقية في الشغل الحالي فين بالظبط، لان في الغالب مش هو اللي ظهر لكم، وساعتها تعرفوا تاخدوا القرار اللي يحلها من غير ما يخلق مشكلة تانية في المكان الجديد او تتكرر تاني هي. ما هو لو عندكم 15 سنة خبرة على الأقل، أكيد مش هتكونوا عايزين تهدروهم في خطوة تعطلكم. أنا نيفين كارير كوتش، وهكون معاكم كل سبت الساعة 7 أشارككم بخطوات بسيطة وعملية عديت بيها على مدار 16 سنة شغل وكرست دراستي وتخصصي فيها، وهيكون كمان معايا كوتش جديد في كل حلقة عشان أساعدكم تاخدوا قرار تغيير شغلكم بثقة وتعملوا التغيير ده بشكل مدروس. يلا بينا. Hello again everyone. احنا النهاردة هيبقى معانا كوتش جديد في حلقة جديدة من كارير شيفت ديسيجن. النهاردة السيشن هتبقى مع رنا عفت، هي تيم مانجر وكارير كوتش، وهتكون بتتكلم عن كرايتيريا رقم 4 وهي السكيلز. عايزة اراجع معاكم كده الكرايتيريا اللي فاتت. لو اي حد عايز يعمل كارير شيفت محتاج يعدي على 9 ستيبس. اوريدي احنا عملنا كفرنج لاول ستيب، هي تعرفوا الفاليوز القيم بتاعتكم الريليتد للشغل. ثانيا اتكلمنا على البيرسوناليتي انواعها ايه وازاي شخصيتكم بتفرق في قرار الكارير شيفت، وبعد كده اتكلمنا عن اللايف بيربس وعلاقتها بالهابينس وبالكارير شيفت، والنهارده هنتكلم على السكيلز. هلو رنا. هلو، عامله ايه نيفين؟ الاخبار؟ جود، مبسوطه ان انا معاكي النهارده قوي. وانا كمان جدا. عملت كده كويك انترودكشن عن السيشن توبيك وعنك، بس عايزاكي برضو تقدمي نفسك كده بطريقتك، والتوبيك بتاعك ليه هنتكلم في السكيلز النهارده وايه علاقه ده بالكارير شيفت. يلا بينا نستارت. طيب، اول حاجه انا عايزه اقولك والله بجد، يعني انا بحب قوي قوي لما حد يبقى interested ان هو يساعد الناس اكتر من اي حاجه، ف I'm so happy to be part من اللايف ده. انا رنا عفت، بشتغل تيم ليدر في فودافون بلس كارير كوتش. كارير كوتشنج يعني بالنسبه لي اكتر حاجه حسيت نفسي interested فيها، وبطلع يعني زي ما نقول ايه، it's a hobby جنب الشغل بتاعي، بس it's related قوي للشغل بتاعي عشان already I'm handling teams، فبساعدهم في الكارير بتاع يعني to discuss الكارير path والحاجات دي كلها. فانا حسيت ان ده بقى اللي هو الباشن بتاعي اللي انا اقدر اطلع فيه الحاجه اللي تفيد الناس. بس و I've been a career coach for the past 3 years، وان شاء الله مكملين باذن الله. ان شاء الله. قولي لي بقى ليه سكيلز؟ احلى حاجه اخترتها هي السكيلز. ليه بقى؟ ليه لان بقى؟ انا from my point of view السكيلز دي، يعني بتهيألي الناس بتتفرج معانا، فالناس ممكن تبقى عارفه already ان في مراحل وستيجز بنعملها علشان يبقى عندنا سيلف اويرنس. انا مش عارفه، من وجهه نظري انا السكيلز هي اهم واحده فيهم، هم الاربعه. في طبعا تاست تانيه كتير، بس انا بحس السكيلز اقرب واحده لقلبي. ليه؟ علشان في الشغل، يعني تعالوا نشيل دلوقتي، هقسم الموضوع لحياة شخصية وهدخل شوية في الشغل، بس همسك الشغل الأول. في الشغل في ناس كتير قوي قوي بنلاقيهم شاطرين جدا، بيعرفوا يجيبوا التارجتس بتاعتهم، بيعرفوا يعملوا اللي المديرين طالبينه منهم، بيعرفوا يمشوا على الباث الطبيعي. لكن تيجي تبص على الترقية تلاقيه دايما جاي بيتناقش في حتة ان انا شاطر جدا، معروف عني اني بشتغل حلو، بس للاسف انا مش بترقى. هنا بتبقى المشكله، ان انا ببدا اسال طب ليه الشخص ده ما بيترقاش. انا دايما بلاحظ وبحس ان الشخص ده ما بيكونش اوار على السكيلز بتاعته، ايه المهارات اللي عندي وايه المهارات اللي انا اقدر اضيفها علشان اترقى. لان ممكن، يعني ممكن مثلا ابقى انا شاطر جدا في شغلي اللي انا بعمله دلوقتي،
بس يبقى ناقصني مهارة مثلا communication skills. دي مهمة جدا في مجال شغل. انا بشتغل في شركة، سواء شركة ناشونال انترناشونال، ايا كان المكان اللي بشتغل فيه، علاقاتي بالدايرة اللي حواليا دي مهمة جدا. فلو انا شاطر في كل حاجة بس انا مش عارف اتعامل، sometimes بنلاقي ناس بتقول لنا ده challenging profile، البروفايل ده صعب تتعامل معاه، البروفايل ده شاطر بس للأسف ما عندوش طريقة الكلام، ما بيعرفش يتكلم، عنده attitude. وهو الشخص ما بيبقاش عارف، يعني هو الشخص بيبقى فاكر نفسه، انا يا جماعة انتوا طالبين مني تارجت معين جبته، ازاي ما ترقاش؟ وده ايوه، اللي بيركز بيفرق. على التكنيكال سكيلز وناسي فكره انه يبقى عنده سوفت سكيلز او هيومن سكيلز اللي هي هتفيده جوه الشغل وبره الشغل. بالظبط كده. فانا بقى حسيت ان اكتر حاجه الانسان محتاج يركز عليها في بدايه حياته، يعني خليني اقول لك ان طبعا التاسكس كلها مهمه، بس انت وانت داخل دلوقتي لسه مثلا متخرج اندر جراد وبتحضر لان انت هتقدم في شغل، لازم تبقى عارف السكيلز اللي عندك ايه، مهاراتي ايه. طب سيبك بقى من اصلا ايه مهاراتي اللي هتخليني انجح في الشغل. في ده انا لسه هدخل بقى دلوقتي بالديتيلز وابدا اتكلم في المهارات، بس في مهارات مثلا اللي هي اسمها موتيفيشنال، تحفيزيه، عشان ما اروحش اشتغل في شغل مهاراته اصلا بعيده عني تماما، لا انا عايزه اشتغل في حاجه ابقى انا حاببها وتبقى بتحفزني، بدل ما ابقى قاعد بشتغل في شغل، وده برضو بيحصل كتير، ابقى مستني دايما الناس، وفي بوست شهير بتاع لما الناس to get appreciated they will work more. definitely appreciation ده حاجة مهمة جدا، بس ليه ما نقولش ان انا ال appreciation ده يبقى مني لنفسي، ابقى motivated self motivated. وال self motivation ده مش هيجي ان انا ابقى motivated من نفسي غير لو انا عارف ان انا بشتغل الحاجة اللي بتجتني motivated، بعمل المهارة اللي بتجتني فنوع motivated. من انواع السكيلز اللي انت ذكرتيه دلوقتي هو الموتيفيشن سكيلز، ومعناه ان الواحد عنده مهارات معينه هي دي اللي بتحفزه انه يشتغل، ويبقى عارف يبقى بيحفز نفسه، مش دايما مستني تقدير. التقدير مهم وكل حاجه، بس هو اوريدي المهارات دي عنده لما بيبقى بيفعلها في الشغل بتاعه، دي يس اوريدي بتديله تحفيز، عشان كده محتاج يتاكد ان المهارات دي عنده في الكارير شيفت، في الجوب الجديده اللي هو عايز يروح له. بالظبط كده. خليني اقول لك انا دلوقتي مثلا همسك تايب لوحده، يعني انا عندي اول تايب حابه اتكلم عنه هو التكنيكال سكيلز، دي واضحه وشارحه نفسها وصريحه. تكنيكال سكيلز اللي هي السكيلز اللي لازمه للشغلانه دي، يعني لو انا مثلا عايز اشتغل في حاجه ليها علاقه بالهندسه فانا لازم اكون مهندس، لو انا عايز اشتغل في حاجه ريليتد للبروجرامنج لتظبيط حاجات في الكمبيوتر يبقى انا لازم ابقى دارس حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر ساينس. كالعاده برضو ديجيتال ماركتنج هبقى دارس ماركتنج، هاخد كورس ماركتنج. فاحنا دايما لما بنشوف اي حد بيجي يتكلم معايا مثلا انا عايز اقدم اتش ار، طب انت واخد كورس اتش ار، دارس اتش ار، ده حاجه من الحاجات السكيلز المهمه اللي هي التكنيكال سكيلز. ومعنى كده ان الحاجه هي اللي ريليتد بالوظيفة، يعني لما يجي يغير يبقى في جوب تانية التكنيكال سكيلز دي بتتغير مع طبيعة الشغل الجديدة. بالظبط، يعني let's say مثلا انا بشتغل في الاتش ار وقررت ان انا هعمل كارير شيفت وهروح للماركتنج مثلا، فاهم حاجه ما بقولش طب انا دلوقتي مدير في الاتش ار فانا هاجي اروح الماركتنج لازم اروح مدير، لا لازم تبقى عارف ان انت هتبدا السلم من اوله، او حتى لو مش هتبدا السلم من اوله فانت لازم تبقى عندك الاكسبيرينس او الدراسه. فهي دي بقى الحته بتاعت التكنيكال سكيلز. فبنسال اي حد الاول انت عارف التكنيكال سكيلز اللي لازمه للشغلانه دي، لو عارفها تمام زي الفل، مش عارفها يبقى تعالى نشوف. هنا بقى بنعمل دورنا بقى ككوتشز مثلا لما بنقعد مع حد بنعمل ايه؟ بنعمل التست ده علشان نشوف هو عايز يقدم على اتش ار، وعرف ان واحده من التكنيكال سكيلز بتاعت الاتش ار ان انا اكون واخد كورس معين مثلا في الاتش ار، طب انت اخدته؟ لا ما اخدتوش. طيب كده انت عرفت ان دي من التكنيكال سكيلز بتاعتها اللي ريليتد للجوب دي. طب ايه تاني مثلا ريليتد ده في للاتش ار؟ الكارير كوتشنج طبعا ايفالويشن. بنعمل كده، بس في الانترفيو اوريدي بيبقوا المفروض يعني عملوا سكاننج للسي في وعارفين ان هو ما درسش ده، فاوريدي مش هيكلموه بالظبط يعني. بالظبط والغريب ان في اوقات اتش ار بيجيب الشخص ويضيع وقته ومجهوده في الاخر يقول له اصلا انت ما عندكش التكنيكال سكيلز، حضرتك ما كنتش احنا في السي في، بعته لي ليه؟ ايوه فحتى الاتش ار محتاج ياخد باله من الموضوع ده عشان يعني ما يضيعش حتى وقت الكانديديت. ما انا عايزه اقول لك كمان ان سبحان الله، ما هو لما الانسان بيبقى برضو عارف السكيلز بتاعته اوتوماتيك هو بيبقى عارف يكتب ايه في السي في، لان سام تايمز السي في رايتنج
كل شركه بتبقى فيه كي ووردز معينه هي مستنياها من الكانديديت، يعني محتاجه ان هو يكتب حاجه معينه، الحاجه دي لو هو مش كاتبها ممكن اصلا اوتوماتيكلي كده السي في ما يعديش من البروسيس الاولانيه. فلو هو عارف السكيلز اللي محتاج يكتبها، يعني دايما بقول للناس كلمه سكيل كده، الناس تكتب ورك اندر بريشر، خلاص كله دلوقتي هو طلعت فتره كده ان احنا عارفين ان اي سي في في الدنيا لازم نكتب فيه ورك اندر بريشر. طب هو ليه احنا كبشر بجد احنا اللي بنقول احنا عايزين نشتغل اندر بريشر؟ يعني لازم الواحد يفكر في الحاجه اللي بيكتبها، السكيل اللي بيكتبها، هي دي السكيل. ما هو زي ما احنا بنقول انت بتجراب الحاجه او بتاتراكت الحاجه اللي انت عايزها، فانت كاتب بايدك ورك اندر بريشر، بدل ما تكتب مثلا ورك اندر بريشر ممكن تكتب ان انت في حته اورجنايزد، دي مهمه جدا. ممكن تكتب ان انت بتشتغل مايكرو مانجمنت، يعني بتحب دايما تبقى دقيق وديتيلد كده في الحاجه، ولا بتحب تبقى ماكرو او تتعامل بواجهة عام وجنرالي. كل دي سكيلز مهمه لازم تتكتب. فاول زي ما قلت لك اول تايب بالنسبه لي السكيلز بتاعت التكنيكال او التكنيكال سكيلز اللي هي ريليتد بالجوب دي بتبقى ايه، بسم الله الرحمن الرحيم علشان اي حد يقدم على الشغلانه دي. ندخل بقى بعدها على الترانسفيربل سكيلز. شغلك عامل لك ازمه ومش عارف تبتدي منين؟ لما تنضم للكارير كوتشنج كلوب هتاخد قرارك برؤيه واضحه وتنمي مهاراتك عشان تحققها. الكارير كوتشنج كلوب عباره عن 3 ستيجز، كل ستيج بتاخد ماكسيمم 4 ويكس. اول ستيج انفيجن فور ا ديسيجن، جواها الفاليوز موتيفيشن وانترستس ولايف بيربس. تاني ستيج رايز فور براندنج، فيها السي في، لينكد ان، انترفيو، ابريزل. تالت ستيج تشامبيون فور جروث، فيها مانجمنت، ليدرشيب، كوميونيكيشن سكيلز وماني تايبس اوف ميتينجز. هتلاقي مني المسانده والتشجيع اللي محتاجهم في الرحله دي وسط اعضاء انريتش كوميونيتي اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nevinzahirrostom.com وjoin the coaching club. الترانسفيربل سكيلز او بنسميها فانكشنال سكيلز، دي بمعنى ان دي سكيل عندي ممكن اخدها معايا من الشغل ده للشغل ده للشغل ده، يعني ممكن تتنقل معايا. هي جايه من الاسم بتاعها ترانسفيربل، يعني متنقله. بمعنى ايه؟ زي ما قلت لك في الاول مثلا واحده زي الكوميونيكيشن سكيلز، هي سوفت سكيل طبعا، يعني الاساس بتاعها انها سوفت سكيل، بس هي مهما كان هي بتتنقل معايا من حته لحته. يعني انا لو رحت مكان في كل الاماكن، يعني لو هو هيشتغل اتش ار هتنفع، تشتغل ماركتنج هينفع بالظبط كده، يعني هتروح معاه مطرح ما يروح وهتنفع في وظائف مختلفه لما يجي يعمل كارير شيفت. صح كده جدا. فالانسان بقى يدور دايما اللي هو ايه، مش بس سوفت سكيلز، ايه السكيلز؟ يعني انا دلوقتي بشتغل في شغل، فانا لازم احضر وتبقى دايما عندي رؤيه لقدام اللونج ران. انا دلوقتي لو هنقل مثلا ما بين شغل للتاني، شركه للتانيه، فلازم احدد ايه الحاجات اللي انا اضيفها لنفسي، بدل ما اروح مثلا اخد كورس جديد في حته تانيه او في مجال تاني خالص. ده كده هيبقى سيبه للتكنيكال، سيبه وقت ما تبقى هتنقل اصلا وتعمل كارير شيفت. لكن انا دلوقتي ايه هي السكيلز اللي عامه ممكن اخدها وتضيف لي، لان انا كده كده هنقلها معايا في كذا مكان. دي اكتر حاجه مش بيهتموا بيها، يعني بيهتموا ياخدوا كورسات في الحاجات اللي هي التكنيكال عشان تليق على الجوب تايت اللي هم عايزين يروحوا له، بس مش بيهتموا بفكره تايم مانجمنت، ان الحاجات اللي اصلا ممكن تبقى تعبئه في البوزيشن الحاليه. ايوه، وهيحل الموقف اللي هو فيه دلوقتي وهتنفعه قدام بعد كده كمان. صح جدا. يعني مثلا انا بشتغل في الماركتنج، فلاقي سبحان الله حد مثلا جاي لي شغال في الماركتنج بيقول ايه، طب انا بشتغل في الماركتنج وخدت كورس مثلا اتش ار، وخدت كورس بروجكت مانجمنت، وخدت كورس، فلاقيه ما شاء الله عارف في حاجات كتير قوي. تقعدي تكلمي حد شخص فاهم وملم بمعلومات، بس طب انت هل انت عايز تعمل كارير مثلا شيفت؟ لا انا مش عايز اغير الكارير بتاعي. طب بتدرس في الحاجات التانيه دي ليه؟ هوبي، او مثلا والله ما هو زياده المعلومات يمكن ده يكبرني. لا، اللي هيكبرك في المجال بتاعك ان انت تاخد الحاجات اللي ليها علاقه بالترانسفيربل سكيلز اكتر، شوف ايه اللي ناقصك منهم. يعني مثلا لو انا شخص بعرف غير الكوميونيكيشن سكيلز، دلوقتي مهم قوي وفي كل شركات الدنيا اول حاجه كريتيكال ثينكينج. كريتيكال ثينكينج ده اللي هو بيضم ايه؟ بيضم مثلا
يعني ده معمول في شكل تستات للاي كيو مثلا او كده، بس هو جوه الكريتيكال ثينكينج فيه الجزء اللي ريليتد بانا اورجنايزد ولا لا، بعرف ارتب الدنيا قدامي، الانالايز يعني بعرف انالايز المواقف ولا لا. فانا ممكن ابقى شخص شاطر جدا بس للاسف قدرتي على ان انا احلل، يعني الانالايزنج المواقف نفسها او الانالايزنج سكيلز بتاعتي مش احسن حاجه، ابقى مش بعرف احلل المواقف. هو ممكن اللي قدامي يجي يقول لي طب بص 1 2 3 انا فصصت لك الموضوع اهو، ابدا انا بقى اشتغل جوه. برضو مثلا الكريتيكال ثينكينج في حته ان انت تبقى كرييتيف، لازم تنمي من فكره ان انا يبقى عندي كرياتيفيتي، ببقى بفكر في افكار جديده مبتكره. فلما لما مثلا اشتغل في مكان وهو حاطط لي قالب معين او بوكس معين، فانا بشتغل على البوكس ده. اوكي، فاحنا كنا بنقول الترانسفيرابل سكيلز هي زي السوفت سكيلز بتنقل من وظيفه للتانيه، وان دي مختلفه عن التكنيكال سكيلز اللي هي ريليتد بالجوب تايتل نفسه. وكنا ذكرنا في الاول ان في الموتيفيشنال سكيلز اللي هي بتحفزه انه يؤدي الوظيفه وبتخليه سيلف موتيفيتد، مش مستني كل شويه حد يحفزه ان هو يقوم بالحاجه اللي عليه. بالظبط كده. هتنقل للسكيل اللي بعدها على طول، او التايب اوف السكيل اللي باقيه. في عندنا حاجه مهمه قوي قوي بقى اللي هي البيرن اوت سكيلز، او السكيلز المحترقه او الاحتراق الوظيفي بيحصل بسبب المهارات دي. ايه معنى واللي كلمه بيحترق احتراق هو وظيفي؟ الشخص نفسه. ايوه بالظبط كده. ايه بقى يعني ايه احتراق وظيفي اصلا؟ وده يعني مبدئيا هو بيحصل لنا كلنا، بس هو الفكره بيحصل امتى وليه. احتراق عايزة اقول ان وظيفي انت يعني كسبت الموضوع ده، لان في ناس كتيره بتعمل كارير شيفت فاكره ان الوظيفه هي او المجال ده هو اللي عمل لها بيرن اوت. فكويس قوي ان انت جبتي سيره الموضوع ده عشان يعرفوا البيرن اوت ده شيء موجود اصلا، ولو غير بس حاجات في طبيعه العمل او في الروتين بتاعه او طلب حاجه هو ما طلبهاش قبل كده، ده ممكن يحل المشكله. فبليز جو اهيد وقولي لنا كل حاجه عنه. صح. بصي يا ستي، احتراق الوظيفي الاول ان يعني ايه، بيبقى شعور الانسان ان هو مش قادر يصحى، يعني تقيل على قلبه الشغلانه، مش قادر يقوم يبرفورم زي الطبيعي بتاعه، بيبقى حاسس في اوقات ان انا مش دي شغلانتي، مش ده مكاني، مخنوق نفسيا، مش مرتاح. ممكن يكون كمان ساعات الموضوع يأفكت الشخص ده جسديا، بيبقى حتى كمان فيزيكلي بدأ يتعب. وبيبدأ فعلا زي ما انت بتقولي يقرر قرارات ان مثلا لا، هو الشغل ده مش مناسب ليا، او بيجي على نفسه ويفضل يقول هي شغلانه والسلام وافضل مكمل. امتى اعرف بقى ان انا دلوقتي الحاله اللي انا فيها دي او الاحتراق الوظيفي اللي حاصل لي ده، ده حاجه طبيعيه ونورمال ومحتاجه شويه حاجات بسيطه تتغير؟ وامتى اعرف ان هو فعلا يستدعي ان انا اغير الكارير بتاعي؟ هي واحده منهم على فكره السكيلز، التاست بتاع السكيلز الاسسمنت اللي احنا بنعمله ده. ليه؟ علشان انت بتعرف ايه الحاجات اللي انت بترتاح فيها وايه الحاجات اللي انت اصلا مش بترتاح ليها. زي مثلا فور اكزامبل شغلانه مثلا زي الكاستمر سيرفيس، بدي بحب الاكزامبل ده قوي علشان اغلب الشباب دلوقتي بيبداوا حياتهم بكاستمر سيرفيس. فانا ابدا بكاستمر سيرفيس ويبقى عندي شغل ليل نهار، مثلا ان انا برد على كولز، بعمل مكالمات لعملاء، وابدا اتعب، احس ان انا طول النهار بعمل افورت، فانا عندي ضغط نفسي وستريس وما بقتش قادر اكمل. فانا بقى اجي اسال نفسي، طب هو انا اصلا شغلانه الكاستمر سيرفيس دي بحبها؟ وهنا السؤال، بحبها ولا ما بحبهاش، ولا بحبها نص نص؟ طب انا بعد ما اسال نفسي بقى سؤال اللي هو انا بحبها ولا لا، طب انا بعرف اعملها حلو؟ هو ده الجزء بتاع وهي المهارات. بالظبط ده بالظبط اسسمنت المهارات. هنا بقى ليه سام تايمز بقى الناس تيجي تقول لك ايه، يعني بتقع في الخطوه بتاعت اللي هي انا بعرف اعملها وان انا بحبها. مش طالما انا بعرف اعمل الحاجه دي يبقى انا بحبها، ممكن ابقى بعرف اعملها حلوه قوي بحكم ان انا اشتغلتها سنين، فهي بقت الحاجه اللي انا بعرف اعملها. فاجي اكتبها، سبحان الله، تلاقي بقى الحد لسه متخرج اشتغل كاستمر سيرفيس، ما بيحبش الشغلانه تماما بس بيعرف يعملها حلوه قوي، يقوم كاتبها في السي في بتاعه، يكتب كاستمر سيرفيس ويروح يقدم مثلا في بنك. فالبنك يجي يقول له طب يا حبيبي تمام زي الفل، انا هقبلك، بس انا للاسف ما عنديش الايه الرول اللي انت مابلاي عليه او الجوب اللي انت مابلاي عليها دي مش عندي، فانا هاخدك في القسم بتاع الكاستمر سيرفيس لحد مثلا ما الفاينانس يفتح، لحد ما الكريدتس يفتح.
هو انت حطيت نفسك بنفسك في حتة الاحتراق الوظيفي، انت بتروح للحاجة اللي انت مش حاببها وانت مش واخد بالك. اللغة مزرجنة معاك ومش بتتجرأ تتكلم قدام حد. لما تنضم لللانجويج كوتشنج كلاب هتعمل براكتس وتصلح اللي بتقع فيه وتكتسب الثقة اللي عايزها. اللانجويج كوتشنج كلاب فيه different topic every week، زي self esteem، conflict management، presentation skills، decision making، business writing، shopping، emotional intelligence، وغيرها كتير around 50 topics. وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء Enrich Community اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrostom.com وjoin the coaching club. لازم هنا تقدر ده، عشان كده برضو مهم انه في بداية السي في اللي هي الاوبجكتيف اللي في الاول دي، حتى لو البريفيوس اكسبيرينس فيها كاستمر سيرفيس بس هو الاوبجكتيف بتاعه مش كاستمر سيرفيس، فده هيميك ات كلير انه انا كنت فعلا بس ام لوكينج فور حاجه ثانيه. صح يعني صح ده جدا. برضو اهميه الاوبجكت، وده يخليه كمان هو في وسط شغله، يعني هو لو بيشتغل كاستمر سيرفيس فيحاول بقى ان ايه، انا مش معنى ان انا بشتغل ده اللي احنا قلنا عليه، ان انا بشتغل كاستمر سيرفيس فدي ترانسفيربل سكيل، دي هاخدها معايا في شغلانات تانية لاني لازم اعرف اتعامل مع كاستمر، بس وات ايلس كان اي دو علشان اكبر نفسي في الحاجه او اروح للحاجه اللي انا عايزه اروحها، ايه وات ايلس كان اي دو علشان ما بقاش بيرنت اوت في الشغلانه اللي انا فيها. لو انا طلعت مثلا بحب فعلا الكاستمر سيرفيس وبعرف اشتغلها كويس وبعدين جالي بقى الاحتراق الوظيفي ده، ابدا بقول ايه، لا ده انا بحب الشغلانه ومهارتي فيها حلوه، انا بحب المهاره دي وبحب اعملها وكمان بعرف اعملها كويس، يبقى apparently انا عندي الفتره اللي انا ملان فيها او زهقان دي ده بسبب اسباب اخرى. هل ممكن تبقى بسبب الشركه نفسها اللي انا شغال فيها مثلا مش متوافقه مع القيم بتاعتي؟ انتوا اتكلمتوا على القيم في السيشن اللي فاتت. بالظبط. ممكن اقول مثلا لا والله انا لا الشركه تمام وزي الفل، بس انا مش عاجبني مثلا ان هم بيطلبوا مني حاجات ما بحبش اعملها. ابدا ساعتها اقول طب انا هعرف اتكلم مع مديري واساله على الحاجه اللي انا عايزها، ايه ده انا بس كل اللي محتاجه كان اجازه، سبحان الله اطلب الاجازه واخد الاجازه. بس لما اكون انا عندي وعي ان انا ابقى عارف هل المهاره دي اللي انا بعملها دي دلوقتي بحبها ولا هي بيرنت اوت. بيرنت اوت بتحسب امتى؟ لما اكون انا بعرف اعملها بس ما بحبهاش. اوكي، فمعنى كده انه نفس الستبس اللي احنا بناخدها في موضوع الكارير شيفت ديسيجن دي، يعني if they go through it برضو هتبين لهم هم سبب البرن اوت اللي هم فيه ايه. يعني لو في اي حاجه من الحاجات دي منعدمه خالص في المكان اللي هم فيه دلوقتي يمكن هي دي من اسباب البرن اوت. حاجه بقى من الحاجات اللي مهمه برضو في السكيلز، السلف مانجد سكيلز. بمعنى ايه سلف مانجد؟ يعني بمعنى ان انا اقدر ان انا اتحكم فيها. يعني ايه برضو اقدر اتحكم في مهارة معينة؟ في كتير مهارات قدامنا قدام عينينا بنلاقي ان مثلا ايه، مهارة ان انا اقدر اتحكم في عصبيتي مع ان دي صفة، يعني العصبية دي صفة، فتلاقي سبحان الله حد لما تشوفه كده في الشارع في بيت، يعني في بيته في مع اصحابه مش عصبي خالص، وتلاقيه في الشغل عصبي. ليه؟ لان هو شغله بيحتم عليه الحاجة دي، فهو بدأ ان هو يشتغل على نفسه فبقى يعمل حته مانجمنت للسكيل دي، اتحولت من ان هي بقت صفه لانها بقت مهاره عنده، بيعرف امتى يتعصب وامتى لا. في شغل مثلا ففكره ان الواحد يعرف يدير نفسه ويتحكم في نفسه دي لوحدها مهاره. طبعا يعني مثلا انا دلوقتي واحده من الناس، في ناس كتير جدا عندها الموضوع ده في مصر ما يقدروش يصحوا بدري، يعني صحيان بدري بالنسبه لهم ده مأساة، بس بشتغل شغلانه، بشتغل الشغلانه لازم اصحى من 8 الصبح. هنا بقى انا لو ما روحتش الشغل معنا يوم مع التاني مع التالت هيحصل مشاكل، يعني مش هو ده اللي احنا عايزينه خالص. فبالتالي بيبدا الانسان يدير بقى المهاره دي، وما شاء الله تلاقيه قادر ان هو ايه ده سبحان الله بقيت بعرف اصحى. تلاقي حد مثلا عنده مشكله في التايم مانجمنت بس بيعرف يدير وقته كويس قوي في الشغل، لان هو لو ما عملش ما ظبطش وقته الشغل كويس هيتراكم عليه شغل ويعدي ديدلاين، ولو في حاجات مطلوبه منه في ايميل ومكتوب ميعادها وهو اصلا شخص بطبيعته في اي مكان هوجائي او ما مش منظم، بس هو بيجي في شغله ويقول لك ايه، انا لازم ابقى عندي سيلف مانجمنت، عندي اداره
للصفة دي او المهارة دي ان انا اقدر ابقى اوظفها للحاجة اللي تنفعني. فدي برضو واحدة من التايبس بتاعة الموتيفيشنال سكيلز او السكيلز عامة، بنعرفها كل الحاجات دي بنعرفها لما بنعمل الاسسمنت بتاعنا. يعني الاسسمنت بيعرف الناس بشكل كبير قوي على ايه اكتر المهارات اللي هو هيطلع من دلوقتي يروح يشتغل عليها، بالذات لو كمان في حاجات، يعني في حاجات في التكنيكال سكيلز اللي احنا قلنا عليها زي مثلا كورسز او تكنيكال سكيل معينه، الشخص ده مش هيبقى عارف ان هو ممكن يبقى مثلا الفتره دي مش معايا فلوس مثلا اخد الكورس الفلاني ده، بس انت بتعمل ده عشان تبقى عارف ان انت محتاج دراسه في الجزء ده، ان شاء الله حتى هتقراه هترجع لكتب، بس تبقى عارف ان دي الحاجه المهمه اللي انت محتاجها دلوقتي تضيف لك. طب دلوقتي رنا، يعني سهل قوي ان الواحد يعرف ايه هي التكنيكال سكيلز لان موجوده في الجوب ديسكريبشن، موجوده في الجوب تايتل. طب الحاجات التانية بقى، الموتيفيشنال سكيلز والسلف مانجمنت والترانسفيربل سكيلز، الحاجات دي يكتشفوها ازاي، يعرفوها ازاي عن نفسهم؟ بصي هقول لك حاجه، كتير من الناس طبعا احنا اكيد ما جربناش كل حاجه في الحياه، فاحنا اكيد لما بنشوف سكيل معينه، انا مثلا التاست بيبقى شكله عامل ازاي، التاست بيبقى فيه كميه مهارات رهيبه، يعني اللي تيجي على بالك واللي ما تجيش على بالك، والشخص بيبدا يقرا كل سكيل من دول. يعني مثلا السكيل بتاعت رايتنج، الكتب متراكمه عندك ومش لاحق لا تقرا ولا تتثقف. لما تنضم للبوك كوتشنج كلاب هتخلص 4 كتب في الشهر الواحد وتطبق اللي اتعلمته منهم. البوك كوتشنج كلاب كل شهر بثيم مختلف، وكل شهر فيه 4 بوكس. الثيمز ممكن تبقى سيلف هيلب، كارير، بارنتنج، فاينانشال، بودي هيلث، ريليشنشيبس، سوشيال لايف، انتلكتوال مايند، سبيريتواليتي، بريكس فن، كاركتر سكيلز، ايموشنال هيلث، بزنس انتربرينورز، وبايوجرافيز، وفيجن جولز. وتلاقي مني المسانده والتشجيع اللي محتاجهم في الرحله دي وسط أعضاء Enrich Community اللي هيكونوا هما كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrostom.com و join the coaching club. فيبدأ يقول طب والله أنا بعرف أكتب ولا ما بعرفش أكتب. فكتير قوي يسألوني يقولوا لي طب ما يمكن أنا أعرف أطلق، يعني أكون بعرف وأنا ما جربتش، فأنا ما جربتش وما أعرفش. هي دي بقى الفكرة، إن أنت بتبدأ تبص للموضوع من perspective. أول حاجة لو أنت بتشتغل already، قيس على مواقف صغيره قوي الموقف ده انا حققته ازاي. يعني مثلا انا بشتغل في شغل دلوقتي واغلب الناس اللي في الشغل كانوا دايما بيدوني فيدباك ان انا مش منظم. انا مش شايف ده في نفسي، يعني انا شايف ان انا اورجنايزد او شايف ان انا افريج، بس اغلب كل ما اتكلم مع حد يقول لي يا عم نظم وقتك، يا عم نظم الحاجه وانت قاعد. يبقى انا لازم اقول ان دي حتى لو مش هحطها، يعني انت بتشوف انا عندي بشوف المهارات وابدا ان انا اقيسها على جزئين. الجزء الاولاني انا بحب المهاره دي ولا لا، ومقياس بقى من يعني بحبها قوي، بحبها نص نص، بحبها ما بحبهاش اصلا. والمقياس الثاني اللي انا بقيس عليه هو انا بعرف اعملها ولا لا. في الحاله دي مثلا لو انا مش عارف، انا دلوقتي شايف ان انا اورجنايزد بس الناس بتقول لي لا، والناس دي ممكن تبقى ناس ارائها مهمه في الشغل، مش ناس مثلا، يعني مش هاخد اراء اي حد واقول لا والله ده مثلا صاحبي اللي قاعد جنبي بيهزر معايا بيقول لي كذا، لا، ناس فعلا انا بثق في ارائهم قالوا لي ان انا مش اورجنايزد، يبقى احطها في الجزء اللي في الوسط. مش لازم احطها ان انا وحش جدا فيها، ولا لازم احطها ان انا بيرفكت فيها. في اوقات تانية مثلا زي ما قلت لك، بس هي محتاجه ديفلوبمنت، مش منعدمه خالص بس محتاجه يديفلوب فيها. بالظبط. لو انا مثلا جيت بصيت على حاجه تانية، الحاجه دي انا مش بتعرض لها في الشغل خالص، في اوقات، ودي مش يعني انا مش انطف حاجه او مش بخلي ناس تعملها دايما، بس ساعات بتبقى مفيده جدا، ان انا بشوف الحاجه دي واقيسها على حياتي في البيت، او مش حياتي بس كمان، يعني let's say مثلا الرايتنج ده انا ما جربتوش، ما بتعرضش في الشغل ان انا اكتب حاجه. يمكن مثلا عندي بزنس رايتنج بكتب ايميل مثلا وده مهم، فانا بعرف اكتبه نص نص، وبعدين مثلا اقول بس انا مش عارف برضو ما جربتش الرايتنج نفسها كسكيل. طب ثانيه واحده، هل انت من الناس اللي بتعبر مثلا عن عواطفك او عن حاجه مضايقاك بالكتابه، ولا انت عندك موضوع الرايتنج ده عالي قوي؟ رنا دايما بشوف البوست بتاعتك، يعني ممكن هما برضو يقيسوا ده، هل انت البوست بتاعتك مكتوب فيها حاجات، يبقى انت يعني اكيد هيبقى عارف نفسه، يعني اكيد عارف ان هو بيكتب الرايتنج. ايوه بالظبط.
ما انا بقولك لو هي ما بتحصلش خالص، لا قسها على حياتك فعلا. انا فعلا مثلا واحده من الناس اول ما يحصل موقف يضايقني، يعني انا ما بعرفش فعلا اكتب غير وانا متضايقه، تلاقيني مثلا موقف حصل ضايقني بطلعه كله في الكتابه واقوم عامله له بوست على طول كده، خلاص الحمد لله الموقف خلص. فهو والله بجد الناس تعمل كده، اللي هو شوف انت دلوقتي هل بتعرف تكتب وبتكتب ايه الحاجة كتابات حلوه اللي بتعرف تعبر بيها اكتر مثلا، او لما بتعبر بالظبط. بتعبر ازاي؟ اه وزي ما انت مثلا قلتي برضه يسأل الناس اللي حواليها، حوالي الناس اللي هي موثوق فيها، يدوله بالظبط فيدباك حقيقي، ناس في الشغل او اصدقاء يحبذ يعني يبقوا طبعا ناس معاه في الشغل، عشان نتكلم اه على الورك سكيلز اكتر. بالظبط. طيب في موضوع التست اللي انت قلتي عليه ده، هل دي هي دي الاكشن ستيب اللي انت عايزه الفيورز ياخدوها؟ تقدري تشيري لينك مثلا، الناس تقدر تاخد التست ده وتقيس نفسها، تقيس بصي السكيلز بتاعتها. انا هقول لك حاجه، هو التاست اهم حاجه بالنسبه لي، انا شايفه ان طبعا 100% الناس محتاجه تعمل التاست ده، لان كمان يعني انا عندي في دايما حاجه بقولها، يعني دي معلومه انا برضو عايزه اقولها للناس دلوقتي، ان هو من غير حتى لو انت دلوقتي ما قدرتش تعمل التاست فور اني ريزن، هو في 5 بيسك سكيلز من وجهه نظري ومن وجهه نظر يعني لو شاف في اي حته كتب انه مثلا ايه اكتر سكيلز مطلوبه الفتره دي. critical thinking زي ما قلت، اللي هي ان انا critical thinking متشعبه جواها، ان انا اعرف evaluate وanalyze يعني قدرتي على ان انا احلل وان انا ابقى فاهم المواقف ويعني رد فعلي الموقف يبقى عامل ازاي. team work وان انا cooperate مع الناس اللي حواليا، دي من التاني سكيل لازم تبقى موجوده، لان انا اغلب المكان الاماكن اللي بنشتغل فيها دلوقتي بقت بتشتغل بحاجه اسمها agile او الاجيليتي في الشغل، اللي هو انا بس الناس بتشتغل التيم ورك وكل واحد بيعمل الحته اللي يقدر يعملها او المناسبه ليه او اللي مدينها له نفسها المسؤول عنها ويسلمها للي بعده، فلازم التيم ورك يبقى عندي عالي. طبعا حته ان انا ابقى بروفيشنال، السكيل دي سكيل مهمه ومش ما بقتش موجوده دلوقتي قوي، لان الناس بقت بتتعامل اغلبنا بقينا بنورك فروم هوم، في شغل كتير بقى ورك فروم هوم، ففي ناس ما عدتش على ان هي تتعامل في البروفيشنال اصلا، يعني اوفيس او في مكان ان هي تقدر فيه تبقى بتتعامل مع كذا حد فتشوف ازاي بتتعامل بروفيشنالي. فحته ان انا يبقى عندي سكيلز اوف ان انا بروفيشنال دي مهمه قوي. اوكي، يعني ليدر شيب بروفيشنال كوميونيكيشن مثلا. اه بالظبط بالظبط، يعني ان انا بس ابقى عارف، يعني ممكن نقول ورك ethics مع البروفيشنال، يعني ابقى عارف برضو اللي ليا واللي عليا واقول ايه وما اقولش ايه في حاجات كده. يعني ايه انا دي ممكن اقول لك دلوقتي برضو لينك الناس ممكن تستفاد منه في حتة البروفيشنال ورك. رابع بيسك سكيل عندي هي الليدرشيب، لان باي ذا اند اوف ذا داي هو احنا اغلب الناس اللي بتشتغل عايزه اكيد تتطور في شغلها وتبقى يعني تطلع للخطوه اللي قبلها اللي بعدها، فالليدرشيب ان انا يبقى عندي معلومات عن ازاي ادير ويبقى عندي الصفات او المهارات الاداريه دي كبيره ومتشعبه، ومش بس بتقف على ان انا اجيب التارجت بتاعي، فدي برضو انا من لسه الحاجات النهارده المهمه. الصبح عامله بوست ان انا هعمل 3 سيشنز عن الليدرشيب سكيلز، واهم 3 ليدرشيب سكيلز 3 ايام ورا بعض. فانا فعلا انا بؤمن جدا ان الليدرشيب دي مش للمديرين بس، يعني انت you lead yourself you lead everyone around you، بغض النظر عن انت عندك البوزيشن اللي انتايتل يو از ا مانجر ولا لا. انا فدي جايه قوي ان شاء كده، الله يعني اقسم انا بالله متضايقه ان ان هي شاء رقم الله. 4، انا عايزاها تبقى نمبر 1 كده. ايوه ياس والله انا جايه باذن الله هحضرها. وطبعا اخر حاجه بالنسبه لي رقم 5 الرايتنج سكيلز، سواء هي يعني الرايتنج كوميونيكيشن سكيلز او اورال كوميونيكيشن سكيلز اللي هي بتندرج تحت الجزء البروفيشنال شويه، بس برضو كتير ما تعلموش في حته ان انا ابقى اشتغل ورك في ورك بليس، فالرايتنج سكيلز في او يعني على الايميل او كده مش بتبقى اللغه اللي المفروض او اللانجوج اللي المفروض استخدمها، فدي من الحاجات المهمه جدا علشان الانسان يعلى في حاجه. هو الايميل انا زي انا بسميه الايميل اللي انت بتكتبه ده كأن هو اللي بيعرفني بيك، ده الفيرست امبريشن عنك. يعني انا ممكن في ناس بتعامل معاهم باي ايميلز بس، فلو انت مش بتعرف تكتب ايميل انا كده حطيتك في حته على طول على جنب كده، ان لا ده اصلا مش عارف اللغه اللي يكتب بيها الايميل.
فدي كلها البيسك يعني، من وجهة نظري دي البيسك سكيلز لو حد مش هيقدر يعمل التاست. بالنسبة للتاست، هو التاست متاح مع اي كوتش يعني، they can definitely get in touch مع اي كوتش كارير كوتش بيعملوا التاست دي والاسسمنت دي. وفي كمان على جوجل يعني، هي نسخة مصغرة من التاست مش التاست نفسه. فانا هكتب في الكومنتس اللينك بتاع التاست ده، بس هو مش يعني هو التاست ده نفسه مش نفس الصورة الكبيرة العميقة اللي احنا بنعملها ككارير كوتشز معاهم، بس بتعرفهم اتليست. ايوه انا بس يعني فكرة الفري سيشنز دي، انه في ناس كتيرة وخصوصا الطلبة مش بيبقوا قادرين يدخلوا في كارير كوتشنج بروجرام، فعلى الاقل يبقى في اي تول كده يقدروا يطبقوا بيها السيشن بتاعت النهارده. فلو حد مثلا عايز يعرف السكيلز بتاعته ويماتش السكيلز دي مع الوظيفه الحاليه ومع الوظيفه اللي هو عايز يروح لها ويعمل لها كارير شيفت، يبقى في اي خطوه كده بيزك ياخدها يطبق بيها الكلام ده عشان يبقى بيستفيد فعلا بطريقه عمليه. يس هو فعلا انا عندي اللينك ده هبعته، هو فري تاست عادي جدا، بيعرفه اول 10 سكيلز مهمين ليه هو كشخص واللي هو محتاج يطور منهم. فدول يعني هي نسخه مصغره من التست بس تفيد اتليست دلوقتي. ايوه طيب، وسبيشلي كمان ان في ناس كتير قوي دلوقتي يعني الحته بتاعت الاوتوميشن، ان اغلب الحاجات دلوقتي راحه في سكه الاوتوميتد. يعني عشان كده انا قلت لك برضو من ضمن الحاجات اللي انا عجباني جدا انا بحبها في حته السكيلز، او ان انا مبسوطه اني اتكلمت في السكيلز، ان انا لما قعدت اقرا ريسنتلي، هو على فكره يعني هو الموضوع بيخوف على بعض الوظائف، وبعض الوظائف التانيه تحس ان هي هتنتعش. يعني اللي انا قرياه ان اراوند 370 مليون شخص ممكن ان هم شغلهم يتحول لحاجه اوتوميتد، زي اوتوميتد يعني هتبقى بتتعمل بكمبيوتر بروبوت بحاجه ديجيتال. كل حاجه دلوقتي راحه في سكه الديجيتال. دبي دلوقتي، وهي يعني هي دي حاجه من زمان مثلا، بس هم ما فيش حاجه اسمها كاشير واقف بتحاسبيه، ده مش شخص، هو عادي جدا الجهاز نفسه موجود وانت بتحط الحاجه لنفسك وبالاي تي ام بالكارد بتاعك. عايز اقول لك حتى دلوقتي الابلاينج فور جوبز، يعني فكره بقى انه ابلكيشن واملى البيانات او سي في او كده، الموضوع بقى كانه تشات. فتلاقي مثلا سؤال how many years of experience do you have، هو يرد مثلا كم، طيب what was the first، فكانه تشات هيبقى بيفيل ان الابلكيشن اوتوماتيكلي، بس الكانديديت يبقى حاسس ان هو في انترفيو، يبقى حاسس ان هو مش بيملى كده بيانات، مش شغل كوبي بيست بس. فادي وظيفه اهو، يعني اللي هو كان اتعمل له انترفيو بس اتس ا روبوت. بالظبط يس. فهو بقى يعني ايه، احنا لازم برضو الحمد لله ان هو في 370 مليون، بس احنا في مصر بتهيألي احنا يعني من الدول اللي لسه قدامها شويه. يعني هو بيقول لك الكلام ده اللي هيحصل بتاع التغيير ده في خلال العشر سنين الجايين، احنا لسه هنيجي بعد يعني الدول المتقدمه شويه. بس الحاجه الحلوه ان هو هتفتح برضو قصادها، بيقولوا 280 مليون، يعني 280 مليون شغلانه جديده هتفتح. والشغلانات اللي دلوقتي تركيز عليها هي المهارات اللي ليها علاقه بالكمبيوتر، لان انا طالما انا بعمل حاجه اوريدي اوتوميتد فدي حاجه مهمه جدا ان انا يبقى عندي كمبيوتر سكيلز. الحاجات برضو مهمه جدا از الماركتنج، الديجيتال ماركتنج ثرو سوشيال ميديا، بيكوز سوشيال ميديا دلوقتي هي كل حاجه، فلازم اكون عندي الاساسيات بتاعه البراندنج وبتاعه الديجيتال ماركتنج والكلام ده كله، دي من الشغلانات المهمه. لازم يكون عندي كذا لغه، يعني انا الاساسي طبعا انجلش، بس لو انا عندي قدره ان انا اخد اكتر من لغه فدي برضو من الشغلانات اللي ان شاء الله هتبقى متاحه بشكل كبير. فده كله بيخلي الواحد يحس ان دي هي دي مش مجرد شغلانات، دي مهارات انا بضيفها لنفسي. انا المهاره دي لو ما اشتغلتش عليها دلوقتي الاقي نفسي كمان 10 سنين بقول ايه ده، الدنيا اتغيرت خالص. لا احنا شايفين من دلوقتي ان كله بيتغير ورايح في السكه دي، فمهم قوي على الناس ان هي تبدا تشوف. بالظبط. طيب رنا قولي لنا في اي حاجه تحبي تضيفيها في السيشن النهارده؟
انا يعني خلاص انا خلصت الشرح يعني غالبا بتاع السكيلز، بس انا حابه ان انا اقول للناس على حاجه مهمه قوي، ان الاسسمنت اللي بتتعمل سواء كانت الفاليوز او السكيلز او البيرسونال تريتس اللي الواحد بيعرف فيها صفاته الشخصيه، او في حاجات كتير قوي الانسان ممكن زي يعملها البيرسوناليتي اللي علشان عملناها 2 سيشنز ago. يس كارير انترست، انا انترستد في ايه في الشغل، الحاجات دي عشان للاسف في الفتره الاخيره مش واضح قوي شغل الكارير كوتشنج او الناس دي بتعمل ايه، فانا حابه اقول للناس ان هي بتقربك جدا لوعيك بنفسك، لان انت تبقى فاهم انت عايز تروح فين وتعمل ايه. يعني كتير جدا اصلا في شويه questions كده، ده ممكن انا احطهم في الكومنتس، اسئله نسالها لنفسنا، مش لازم حتى يعني ايه from time to time، ده لو حد دخل على جوجل كتب assessment questions self awareness questions وقعد فعلا مع نفسه وقت عشان يجاوب وياخد وقت ان هو يجاوب على الاسئله دي، هيلاقي ان هو عارف عن نفسه كل يوم حاجه جديده ومختلفه. فانا في الاخر حابه ان انا ارشح كتاب، الكتاب ده من وجهه نظري من يعني من احسن الكتب اللي ممكن تخلي حد في الفتره دي يعرف ايه اللي ممكن يخليه ان هو يوصل للحاجه اللي هو عايزها او لهدفه ايا كان هدفه ايه. كتاب اسمه جريت، هو بيتكلم يعني ممكن حتى الناس تجيبه اونلاين، مش شرط ان هم يشتروه، بس هو بيعرفك قوي ان الشغل مش بس فعلا المهارات ولا الفاليوز ولا الحاجات دي كلها، المثابره والديديكيشن وان انا افضل مقرر حاجه معينه، افضل عندي اصرار وعند ان انا اوصل للحاجه دي، شارحها باكزامبلز وشارحها بمواقف وحاجات كتير قوي. فانا يعني شايفه ان الكتب، انا الكتب بالنسبه لي من اكتر دي الحاجات اللي مهارة بتفتح مهمة أوي مخي. فعلا، المثابرة. It's a very بس good advice يا رنا. ربنا يخليك، ميرسي. ميرسي يا رنا كمان قوي على وقتك وعلى ال good advice والتفصيل بتاع ال skills، وتخليكي معانا برضو لو في أي حد عنده questions في ال comments تقدري تردي عليه. اكيد ان شاء الله. ميرسي يا نيفين، بجد I'm so happy ان انا كنت part of this، وان انت يعني بجد keep it going، اعملي الحاجات دي كتير قوي. ميرسي يا رنا جدا بجد على تشجيعك، ميرسي. يلا باي باي. باي باي.